في أواخر القرن ال19 بيكلمنا الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه عن العدمية، والعدمية ببساطة معناها هو الإيمان بإن جوهر الكون نفسه ملوش معنى، وإن كل القيم والأخلاق عموما أشياء نسبية ملهاش معنى ثابت وملهاش ميزان تقدر توزنها بيه، لأن كل مجتمع وليه أخلاقه وليه القيم بتاعته وليه ثقافته، فبالتالي ما ينفعش توحد معنى معين ومحدد للقيم والأخلاق. وفي أوائل التسعينات بيقدم لنا المخرج العظيم كوانتين تارانتينو تحفة فنية بعنوان بولب فيكشن، مزيج هزلي ساخر بين الواقع والخيال، بينتقد الشخصية الأمريكية وبيورينا تأثير الفلسفة العدمية عليها، وبيقدر ياخد جائزة الأوسكار لأفضل سيناريو. للوهلة الأولى بعد ما بتشوف الفيلم بتحس إن أنت شفت حاجة ملهاش أي معنى ولا مضمون ولا هدف، لكن الغريب إن هو ده المقصود. العشوائية اللي في الفيلم وغياب الهدف وغياب المضمون وغياب القيمة هي أكبر أداة بتعبر لنا عن العدمية الأمريكية. قصة الفيلم باختصار هي إن صعب جدا تقدر تحكي قصة الفيلم ده لأنه أصلا مش مترتب، أوله في نصه ونصه في آخره وآخره في أوله، وحاجة آخر عشوائية، والعشوائية دي بتأكد على خيالية الفيلم عشان يحسسك بانفصال الشخصيات دي عن الواقع. بالرغم من إن الفيلم فيلم عصابات، إلا إن طول الفيلم مفيش ضابط شرطة واحد تقدر تشوفه رغم كل الأحداث الدموية والإجرامية اللي في الفيلم. غياب القانون، غياب القيمة، غياب المثل العليا، القتل، الشذوذ، الانتقام، المخدرات، هم أهم مميزات أمريكا الحديثة. بيبدأ الفيلم بمحادثة تافهة جدا بين اتنين مجرمين محترفين، بالرغم من طول المحادثة دي وتفاهتها إلا إنها بتحتوي على أبعاد فلسفية مهمة جدا. المخدرات اللي ممكن تتسجن بسببها في أمريكا عادي جدا إنك تشربها في هولندا، وفي فرنسا تقدر تطلب بيرة في ماكدونالدز، لكن في أمريكا ما تقدرش. الفوت مساج، هل هو حاجة عيب وما يصحش تعملها لأي ست ولا حاجة عادية؟ تارانتينو هنا بيوقعنا في حفرة العدمية بتاعت نيتشه. حكمك على الأشياء مش بالضرورة يكون صح، وحكمي على الشيء مش بالضرورة يكون زي حكمك. الحاجة الغلط عند مجتمع ممكن تكون صح عند مجتمع تاني، والحاجة الصح عندك ممكن تبقى غلط عندي، فبالتالي مفيش معنى للصح والغلط. الصح والغلط شيء نسبي، احنا اللي بنألفه واحنا اللي بنحدده واحنا اللي بنخترعه. You know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? Oh man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. And what do they call it? They call it Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. Garçon, coffee. This place. Garçon means boy. Where did you get this motorcycle? It's not a motorcycle, baby. It's a chopper. Come on, let's go. زي ما شفنا في المشاهد اللي فاتت، اختلاف أسامي المنتجات، اختلاف معاني حاجات كتير بين كل بلد والتانية، بين كل ثقافة والتانية، لحد ما بيجي بوتش في المشهد ده وبيصدمنا بالحقيقة. And what is your name? Butch. Butch. What does it mean? I'm an American, honey. Your name's on me, shit. I'm an American, honey. Your name's on me, shit. حتى اللغة ما بقتش تقدر توصف حاجة، لأن في غياب القيم والمعايير ما بقاش فيه معنى ثابت وواضح لأي حاجة، ما بقاش فيه معنى واضح وثابت للخير والشر أو الصح والغلط. وده اللي عايز يوصله لنا كوانتين تارانتينو، إن الشخصية الأمريكية أصبحت غارقة في بحر العدمية. وعبقرية تارانتينو هنا إنه بيقدم لك الفلسفة العميقة دي عن طريق محادثات تافهة جدا زي ما قلنا قبل كده، عشان يبين لك الفراغ اللي جوه الشخصيات، وإن الثقافة الشعبية الأمريكية أصبحت منحصرة على الفاست فود وعلى المشاهير وعلى أخبارهم وتقليدهم وأي حاجة تافهة ممكن تتخيل. واستكمالا لموضوع العدمية، كوانتين تارانتينو ما بيرسم لكش خطوط واضحة للشخصيات، رغم ان كل الشخصيات اللي في الفيلم شخصيات شريرة ومجرمين محترفين وجواهم شر وغضب،
إلا إنه بيخليك في بعض المشاهد تتعاطف مع الشخصيات دي وتدخل جواهم وتشوف الضعف اللي جواهم. وتاني هنا بيصعب لك فكرة الحكم على الأشخاص، ما تقدرش تحكم الشخص ده طيب ولا شرير، الشخص ده صح ولا غلط، لأن أصلاً القيم اللي أنت بتحدد على أساسها اختفت وراحت في العدم. في المشهد ده بوتش وهو صغير بيجيله الساعة اللي عيلته فضلت طول تاريخها محافظة عليها وبتورثها لجيل بعد جيل. القصة اللي في المشهد ده والطريقة اللي وصلت بيها الساعة لإيد بوتش ما بتعبرش غير على ان التاريخ الامريكي تاريخ دموي، تاريخ مليان بالنزاعات والحروب والدم. In one place he knew he could hide something, his ass. Five long years he wore this watch up his ass. اختيار بوتش لسيف الساموراي. معروف عن مقاتلي الساموراي ان هم من اعلى المقاتلين شرفا وفخرا، والفخر والاعتزاز بالنفس هم كانوا المحرك والدافع الرئيسي اللي خلوا بوتش يخزل القائد بتاعه. ومعروف برضو عن مقاتلي الساموراي ان هم لو خزلوا اوامر قائدهم او عصوا اوامره بيضطروا ان هم ينتحروا. باختيار بوتش لسيف الساموراي فهو بيثبت شرفه وكمان بيرجع شرف القائد بتاعه. يا ترى ايه اللي كان في الشنطة؟ ناس كتير بيقولوا ذهب، مخدرات، مجوهرات. الحقيقة ان ده سر من اسرار الفيلم ومحدش قدر يعرفه لحد دلوقتي، لكن انا مش هخبي عليك وهقولك اللي جوه الشنطة. مش مهم. ايوه مش مهم، المهم هو الشنطة نفسها. المهم ان مارسيلس عايز الشنطة ايا كان اللي جواها وايا كانت قيمته مش مهم، لان زي ما قلنا قبل كده العدمية ما بتعترفش بقيمة ومعنى الاشياء. فبالنسبة لشخصية جولز وفينسنت اللي عندهم غياب كامل للقيم، قيمة الاشياء بتكتسب لما بيكون في قوة اعلى بتدي الشيء ده قيمة. فبالتالي حتى لو كانت الشنطة فاضية مدام مارسيلس عايزها يبقى لازم نرجعها له وايا كان التمن. وبرضه في مشهد انقاذ مية من الموت بسبب الاوفر دوز، فينسنت ما كانش عايز ينقذ مية عشان هي انسانة او عشان ليها اي قيمة، لكن بس عشان هي مرات مارسيلس، لانه خايف من عقاب مارسيلس. فمية زيها زي الشنطة بتكتسب قيمتها بس لمجرد ان رئيس العصابة بتاعه عايزها لانها مراته، انما فينسنت لوحده ما يقدرش يحدد قيمة الاشياء، ولو كانت اي واحدة تانية كان هيسيبها تموت عادي جدا. حاجة اخر قلة عدم تقدير. ليه كل ما شخصية بتدخل الحمام بعدها بيحصل مصيبة؟ صدفة؟ لا مش صدفة. وعموما مفيش عند ترنتينو حاجة اسمها صدفة. حسب رؤية بعض النقاد الحمام في الفيلم هنا بيمثل العزلة، وفعلا الحمام بيكون مكان معزول عن باقي الفراغات، وانت جواه بتكون معزول عن باقي الناس. وفي بالب فيكشن العزلة دي بتأدي لعزلة اكبر واطول الا وهي الموت. لاحظ في المشهد ده مية واقفة في الحمام ورغم ان معاها ناس الا انها معزولة تماما عنهم ولا كأنها موجودة، كأنها شبح. والرسالة هنا اللي عايز يوصلها تارانتينو ان العزلة موت مؤقت، والنتيجة الحتمية للعزلة هتكون موت بجد. الدين ممكن يكون قناع تقدر تداري بيه كتير من الاعمال الاجرامية والوحشية. جولز بيمثل الشخصية الامريكية الملتزمة اللي بتعمل كل حاجة صح وباحترافية شديدة جدا، واللي بتدي مبرر ديني او انساني لكتير من الاعمال القذرة اللي ممكن تعملها عشان تستخبى وراها. وده بيبان في فكرة قراية ايات من الانجيل قبل ما يقتل اي حد، واللي بالمناسبة ده مش كلام انجيل ولا حاجة، ده كلام كده الحاج تارانتينو هو اللي مؤلفه. عموما جولز بيفضل متمسك بالشخصية دي لحد ما بيحصل التدخل الالهي. جولز بيعتبر ان اللي حصل ده تدخل الهي ويكاد يكون معجزة، اما فينسنت فبيعتبر ان ده مجرد حظ. وهنا بنكتشف الجانب الوجودي اللي في شخصية فينسنت، وبيبدأ جولز رحلة الخلاص من العدمية. بيبدأ يفكر في معنى اللي حصل وقيمته واعماله السابقة، وده اللي كان غايب عنه طول الفيلم. وبرضه بوتش
اللي بيدرك قيمة نفسه واللي بيرفض الهزيمة مقابل المال واللي بيعرض نفسه للموت عشان عارف قيمة الساعة اللي أهله سايبينها له. الشخصيتين دول بس هما اللي قدروا يكسروا العجلة بتاعة العدمية وقدروا يهربوا منها. أما فينسنت محبش يهرب ودي كانت نهايته في الحمام.